من جديد نعود لكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان عقب انتهاء اللقاء بفوز مهم لنادي فاركو على نادي بتروجيت بهدفين مقابل هدف. سني يشرفني يكون معايا نجم اللقاء واحسن لاعب في المباراه كابتن محمود جهاد ومحرز هدف اللقاء الاول. في البدايه برحب بيك على شاشه اون تايم سبورتس. مبروك مبروك الثلاث نقاط ومبروك الجائزه، بس اعتقد ان الاهم الثلاث نقاط اهم من جائزه رجل المباراه. حبيبي ربنا يبارك فيك. طبعا جائزه المباراه ده حاجه شرفيه يعني، بس زي ما انت قلت اهم حاجه مجهود الفرقه كله والثلاثه بونت. احنا بدانا الموسم طبعا بخساره وما كانش ده طموحنا خالص، بدانا نعرف احنا عايزين ايه من تاني ماتش على طول، يمكن ربنا ما وفقناش تعادلنا، بس بعد كده قلنا خلاص كل ماتش لازم ننزل ناخد اللي احنا عايزين اللي هم 3 بونت، ولعبنا ماتشين من بعد التعادل خدنا 6 بونت. وبقول لك احنا الفرقه والمدير الفني والاداره وكل الناس في النادي عندهم طموح اكبر من اي حد في مصر ممكن يتخيل، وهنشتغل عليه وان شاء الله نوصل له. يعني عايز اسالك عن الجول، ماشي سريعا كده، احنا قليل قوي لما بنلاقي حد بياخد القرار اللي هو يشوط وخصوصا بشماله، وهي بقى لبست وراحت هي ما اتشافتش، انت كنت هتلف وترجع بيها ولا هو القرار انت خدته على طول؟ يمكن الماتش اللي فات الجون اللي فات الناس كلها قالت ان انا صعب اخد القرار او ممكن معرضها وكده، بس انا على طول بعملها في التمرين اصلا يعني بالشمال، وقررت تاني وان شاء الله تتكرر تاني باذن الله. قلنا بكررها تاني لا. يعني لما اكون جاي لك تاني كده ما تلمش وارجع وديها، يعني حتى لو طلعت بره هتيجي بعد كده. حبيبي ان شاء الله، انا بشكرك شرفتنا ونورتنا وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بشكرك حبيبي شكرا. ده كان لقاءنا مع نجم المباراه ولاعب نادي فاركو محمود جهاد، والكلمه تعود الى الاستوديو.